فقرتنا الاخيره النهارده في مصر جميله. اسمحوا لي ارحب بضيفي وضيف حضراتكم دكتور مجدي انور، اخصائي العلاج النفسي وتعديل السلوك، وهنتكلم على موضوع مهم جدا، لازم نجاوب على اطفالنا. ده سؤال مهم. اهلا بيك يا دكتور، صباح الخير. اهلا وسهلا بيك بالساده المشاهدين. هو في البدايه اصلا احنا ما عدناش بنكلم بعض، يعني الاسره في البيت، عايز تشوف الاسره اطفي الراوتر، صح كده؟ مظبوط، اكيد. والموبايل الحقيقه مدخلي ده من الجزئيه الاهم، وهي تاثير التكنولوجيا في حياتنا، وده خلانا نبعد عن بعض شويه، مش نقرب من بعض. خاصه انه في شخص مهم جدا بنبني عليه مستقبلنا القادم من حضارات وتاريخ. يمكن لو حضرتك متابع الحلقه من الاول، احنا بنتكلم على الحفاظ على الهويه المصريه والتاريخ والحضارات المصريه المهمه جدا على مستوى العالم. مظبوط. منشاها واساسها واللي هيحافظ عليها هو هذا الطفل. مظبوط. الذي لا نتحدث معه. اتفضل يا فندم. طبعا هو الطفل هو اساس المجتمع. دايما الطفل بيستقي معلوماته من الجو، البيئه المحيطه بيه. اكتر حاجه في البيئه المحيطه هي الاسره. فدايما الطفل بيكون عنده تساؤلات كتيره، والطفل بيبتدي يدرك الحياه من حواليه، بيبتديها بالنظره والتامل، وبعد كده بيبتدي يستفسر ويسال عن كل حاجه. فمن هنا الطفل عنده احتياج انه يكون بيفهم البيئه المحيطه دي بتحاكي ايه بالنسبه له، بجانب ان هو بيستقي معلومات كتيره او بيكتسب خبرات كتيره بصريه عايز يفهمها كمان من جهة الإدراك العقلي. من هنا الطفل محتاج يفهم الدنيا حواليه بتتحرك ازاي، وأسئلة احيانا بتبقى أسئلة صعبة على الإجابة عليها. اهرب ازاي من ده، او ازاي اجاوب إجابة منطقية بحيث ان هو ما يروحش يدور في مكان تاني؟ لا، هو مش مطلوب ان انا اهرب من سؤال للطفل، بالعكس. لازم ادرك ان الطفل دوت محتاج يكون عنده المعرفة الحقيقية. العلم مش غلط، العلم مش عيب، بالعكس العلم شيء مفيد جدا. المفروض ان انا الطفل ببقى عارف ما مدى الادراك بتاعه وما مدى الفهم بتاعه، فببتدي اديله المعلومه المناسبه ليه اللي بتناسب سنه. وكل ما الاقي ان الطفل دوت عنده القدره ان هو يستوعب معلومات اكتر، هكون بديله برضه معلومات اكتر. مش عيب خالص المعرفه والعلم، بالعكس. فأنا كده يعني برتقي بالطفل، برتقي بالمستوى بتاعه، بحيث ان انا اوصل بيه انه يكون حد يعني بناء وفعال في المجتمع. لاني دوت رجل الغد، ده مستقبل الامه. طيب، يعني اخد نماذج من الاسئله مثلا، يعني انه احيانا بيبقى هذا الطفل يتعدى الاربع سنين او الخمس سنوات ويجي يقول لك بابا هو انا جيت الدنيا ازاي؟ او احنا هنا موجودين بنعمل ايه؟ مثلا هبتدي اتكلم مع الطفل دوت عن اهميه وجوده اصلا في الحياه. وان انت ليك يعني دور ورساله في الحياه. وكل ما كنت افهمه من السن ده. من السن دوت. والطفل على فكره بيستوعب كويس قوي. حتى لو المعلومه بالنسبه له هو بياخدها، ممكن يبقى مش قادر يفسر معاني كتير فيها. الا انها بتتخزن جواه، ومن خلال المحاكاه بينه وبين المجتمع بيبتدي يكتسب ويستقي الخبرات، بحيث ان هو يعني بينمو يوم بعد يوم. فاللي ما ادركهوش النهارده هيبتدي يدركه بكره. هيبتدي الكلام اللي اتخزن جواي بيبتدي يوم بعد يوم بيبتدي يدرك ابعاده ومعانيه. ومن هنا الطفل دوت لما بديله المعلومه الحقيقيه السليمه في حدود امكانياته، بتبقى بالنسبه له مناسبه قوي، وبالنسبه له ان هو بيتفاعل معاها يوم بعد يوم، لانه مش هيدرك كل الحقيقه في وقت واحد. جميل. يبقى لازم اديله المعلومه وانتظر لما الطفل دوت يوصل لمرحله الادراك الكامل. يوم بعد يوم هيكون هو نفسه بيبحث في المعلومه اللي انا بديها له، فانا بساعد الطفل على البحث. نعم. ودي الربايه السليمه. عشان كده يمكن بتلاقي ان الطفل المصري اصلا بيكون طفل ذكي. الا انه بعد فتره بيبقى الطفل دوت اقل ذكاء من المجتمعات المحيطه. ليه؟ لاني يعني انا لما بربي الطفل على البحث العلمي والتفكير، هنا انا برتقي بالمستوى بتاع الطفل. لكن لما بكون بحاول احجب المعلومه عن الطفل، فما مش بديله الفرصه ان هو يبحث او احفظها له بالظبط. هنا ممكن انا ادي للطفل معلومه واقول له يلا ابتدي ابحث انت كمان، وبديله يعني مواطن البحث اللي يبحث من خلالها. فانا بفتح له المجالات اللي يكون بيبحث فيها بحسب سنه برضه، على اساس يكون بيستقي معلومات اكتر، فبيكون بيرتقي. طيب، بالمستوى. ده تاثيره ايه المباشر على سلوكه؟
هل بيبقى مختلف، طفل مختلف لو انا تعاملت معاه بهذه المنهجية غير الطفل العادي اللي انا بلقنه اللي انا ما بردش على سؤاله؟ ايه الاختلاف يا دكتور؟ هو هنا في نقطة مهمة قوي، إنه في مستوى لذكاء الطفل. إحنا بنقيس دايما مستوى الذكاء، للأسف الناس بتقيسها بإن الطفل ده شاطر في المدرسة، بالظبط، لكن لا، في أنواع تانية من الذكاء. يعني في ذكاء أكاديمي، في ذكاء اجتماعي، في ذكاء فطري، في ذكاء اللي هو النمائي النمائي. الفطري. أوكي، ففي كذا نوع من الذكاء. فالمعلومات دي بتمثل للطفل نسبة من قدر الذكاء بتاعه. عشان كده الطفل المصري بنلاقي مستوى ذكائه بيقل كل ما بيكبر، نعم، لأنه ما عندهوش حتة البحث العلمي والتفكير إن هو يكون بيرتقي بنفسه. هنا تنشئة وبيئة بقى. بالظبط. فهنا أنا بحكم على الطفل دوت إن مستواه الأكاديمي والعلمي ومستوى الذكاء عموما بالنسبة له بينزل، في حين إن الطفل بره مصر مش بيدوا له المعلومة مباشرة، بيدوا له طريقة البحث عن المعلومة. فاحنا عايزين نرتقي بالطفل، ان احنا نديله طريقه البحث عن المعلومه ونديله فرصه انه يبحث. من هنا انا الاجابه بتاعتي على الطفل ما بقتش الاجابه المباشره اللي بتحرجني او بتحطني في موقف، بالعكس ده انا بفتح له المجال اللي يبحث فيه. من هنا الطفل ابتدى يبحث، وهيبتدي يسالني تاني، وهبتدي اجاوبه تاني، وافتح له ابحاث تاني. فبكده انا بقيت برتقي بالطفل. طيب، لو انا جيت انا اللي بادرت ابتديت اتكلم عن وجوده في الحياة، وانه جه واضاف لنا بهجة وسرور في البيت، وانه لما ربنا خلقنا قال انه ليك دور وليك هدف، انك انت تسمع الكلام، انك انت تذاكر عشان تبقى شخص مفيد وهكذا، يعني هل ده بيأثر عليا طرق كتير جدا معاه طبعا وهيخلق أسئلة جديدة؟ اكيد اكيد. هنا انا بانشئ طفل سوي، لاني انا طول ما انا يعني في تفاعل بيني وبين الطفل، وبديله في معلومات وبتحاور معاه، فانا بنمي عنده اللغه، بنمي عنده الفكر، بنمي عنده الحوار، بنمي عنده التواصل، بنمي عنده حاجات كتير جدا. فبكده انا بنشئ طفل يكون سوي ناجح، قادر يكون بيتفاعل مع المجتمع، نعم، عكس الطفل اللي انا بسيبه مثلا قدام تلفزيون او على موبايل او على التاب وكده. هقول ان الطفل ده مستواه بينزل، لان هو مش بيحاكي المجتمع، هو بينحصر في دايره معينه. انا بيقابلني اطفال بيتكلموا بلغه الكرتون. صحيح، ده ايه السبب؟ ان هو الطفل صح، دوت انا سايبه قدام سواء التلفزيون. بيتحدث لغة عربية أو نعم بالظبط. نعم فانا اللي عملت ده في الطفل، عكس منه طفل بقى انا قاعد بتكلم معاه، بسمعه وبناقشه، بيسمعني وبيناقشني. فهنا الطفل ده اختلف عن الطفل ده. ولما اجي اعمل بقى مقياس ذكاء للطفل ده وللطفل دوت، هلاقي الطفل اللي انا بتفاعل معاه وبتكلم معاه اكثر ذكاء من الطفل اللي هو قاعد قدام التلفزيون والكرتون. طب خليني اجل الحقيقة المرة الحقيقة، انه كتير من الاسر المصرية مشغولة في مشاغل كتير جدا، الحياة سريعة جدا، الوتيرة بتاعت الحياة بقت اسرع من ذي قبل، الطلبات والاحتياجات، فده بياخد رب الاسرة وربة الاسرة في اتجاه تاني خالص، يمكن ربما ما فيش وقت ان هم يتحدثوا مع اطفالهم، وبعد كده نضطر نروح ندور على دكتور مجدي عشان يعدل لنا هذا السلوك يعني. طيب، الوقاية خير من العلاج يا جماعة، يعني خليني الجزئية دي أعمل فيها إيه أو نعمل فيها إيه؟ وده سؤال دايماً بسأله لكل المتخصصين اللي بييجوا هنا في مصر جميل. هقول لحضرتك حاجة مهمة جداً، إحنا المفروض نكون بناخد بالنا منها. عشان أنا أتفاعل مع الطفل وأكون بديله معلومات سليمة، أنا محتاج أكون في تواصل فعلي مع الطفل ده. بمعنى إن أنا محتاج إن الطفل أسقيه معلومات وأتحاور معاه، بحس ان انا ارتقي بمستواه. طب ما هو ده وقت. هنا حته تنظيم الوقت دي مشكله عندي انا، مش عند الطفل. بالظبط. طيب، يبقى هنا لو انا بدير انا وقتي صح، اقدر ادير وقت الطفل بطريقه صح. لو انا ما قدرتش وقتي، فدي مشكله عندي، وان انا بكسب نفس المشكله للطفل. ان لو انا عايش بطريقه عشوائيه، فهخلي الطفل يعيش بطريقه عشوائيه. لو انا اتعلمت ازاي ادير وقتي، ودي مشكلتنا احنا يعني بصفه عامه في مصر، ان احنا محتاجين عمليه يعني اداره الوقت وتنظيم الوقت. لو عرفنا احنا الكبار ننظم اوقاتنا ونعمل يعني سيستم يعني مظبوط لحياتنا، هنقدر نكون بنعلم اطفالنا يمشوا بنفس النموذج. الطفل ده هينجح جدا لو ماشي بنظام ازاي يكون بينظم وقته. دي حاجه كثقافه محتاجين نتعلمها احنا كمصريين. طب ما تيجي يا دكتور نقول بقى المشاكل المترتبه على عدم اهتمامي بجلوسي مع هذا الطفل والحوار
والتحدث معه يعني، وان انا اهتم بتربيته بشكل اكبر يعني. ايه المشاكل اللي بتبقى مترتبة على ده؟ عدم التواصل الجيد اولا بين بين الاسره عموما. يعني عايز اقول ان الجلسه العائليه اللي المفروض بتكون متواجده يوميا دي حاجه مهمه. يعني المفروض حتى الاب لو مشغول في شغله الا انه المفروض بيدي وقت للاسره. الام نفس القصه، الاطفال لازم يكون الاسره يعني كامله بتجتمع يوميا على الاقل من نص ساعه لساعه على الاقل، يكون فيها حوار وتواصل، ويكون فيها ان انا بقدر افهم فكر الاخر والاخر بيفهم الفكر بتاعي. لو انا بنظم وقتي بطريقه صحيحه هلاقي الوقت دوت. وعايز اقول ان دي من ضمن الاولويات اللي يجب تكون موجوده في الاسره عندنا. عايز اقول ان المفروض احنا برضو كمصريين نكون بننظم وقت مخصوص للعيله كيوم، يعني يوم يعني نجتمع فيه كلنا نشوف بعض حتى على الاقل، نشوف بعض نتحرك مع بعض نتفسح نقعد نتكلم نقضي وقت طيب، يعني كرباط اسري بيننا وبين بعض. بحس اني انا كاب لازم اكون عارف مشاكل اطفالي ايه، كام لازم تكون في تواصل مع الاب، الاب والام لازم يكونوا في تواصل مع بعض من اجل الاولاد. يعني الكيان الاسري مهم بالنسبه لنا، ويمكن دي من ضمن الحاجات المفقوده. حاله عدم الرضا عند الاطفال وبتبدا الحقيقه بسن بدري قوي، ان هو مش راضي، ان هو زهقان، ان هو مش عاجبه اللي حواليه كلهم اغلبهم بما فيهم الام والاب، طريقتهم مش عاجباه، بتيجي ازاي وبتيجي منين؟ هقول هنا طريقه التواصل والحوار بين الاسره خاطئه. الطفل مش هيطلع عنده التذمر دوت غير لو لقى ان الاب او الام عنده تذمر. لازم يبقى لازم. في حد من الاثنين يبقى عنده. شوف تعالى بينا نتفق على حاجه، اي سلوك سلبي عند الطفل هو نابع من الاسره، لازم نكون متفقين على ده. فاي سلوك سلبي من الاب او من الام على طول الطفل بيتوارثه، الطفل هو مرايه البيت. لو انا النهارده بتعامل بطريقه سويه في الاسره هيطلع الطفل دوت سوي، وان كان ما فيش انسان سوي بنسبه 100% الا انه يعني هيكون في افضل حالاته على الاقل. فحته التذمر في الاسره دي هتبقى مشكله اصلا من حد من اولياء الامور، الاب او الام. اللي هو طول الوقت بيشتكي بالظبط، طول الوقت عنده عدم رضا عن اللي هو فيه، فده بيتنقل لابنه للطفل طبعا، فانا اجي احاسبه عليه اقول له انت مش عاجبك ليه الكلام ده، او مش عاجبك ليه الحياه دي، هقول لان انا مش عاجبني انا دي حقيقه. لاني هنا عايز اقول ان اي انسان عنده مشكله بيكون بيسخطها على اللي قدامه، شايفها في اللي قدامه بس هو مش واخد باله انها فيه هو. صحيح. فمن هنا بيكون بيبتدي يتفاعل بطريقه سلبيه. للاسف دكتور وجدي يعني وقتنا خلص، وانا بتكلم مع حضرتك في موضوع غايه في الاهميه، هو قلب الاسره المصريه النهارده، فكره الالتفاف، فكره ان احنا نتكلم مع بعض الكبار الاول حتى مع اولادنا، ده بيجي مرحله تانية، لكن للاسف احنا بنيجي عليها هذه المرحله وبعد كده بنعاني من مشكلاتها وسلبياتها. خلينا نتكلم مع بعض، خلينا نتكلم نكون ايد واحده، خلينا نكون اسره واحده، الاب والام اللي بيشتغلوا وتعبانين عشان خاطر الولاد دول. ما هو الولاد دول بيطلعوا بمشاكل، بضطر اروح لدكتور واشوف ايه المشكله واحلها، بتاخد مني مجهود كبير. طب ما نبدا من دلوقتي، ده مهم قوي. ده صحيح دكتور، نورتني. شكرا ليك. شكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك. وقتنا خلص مع حضرتك كده، خلصت حلقه النهارده من برنامج مصر جميله، اتمنى ان يكون فيها استفاده لحضراتكم. بكره ان شاء الله اسره جديده من مصر جميله. كان معكم طارق النبوي، الى اللقاء.